جمال سرسوب بولاية زوج. شكرا المشكور الإخوة الذين نظموا هذا اللقاء. عندي استفسار ولا سؤال بسيط، يعني بالنسبة للأحكام الجزائية، وإن كان السيد نائب العام لمجلس قضاة تيزي وزو وطرق ليه فيما يخص جنح تسوية البنايات المشيدة فوق أراضي الدولة. من الناحية القانونية، يعني منذ تاريخ صدور هذا القانون، يعني راهو ساري المفعول، من المفروض من تاريخ صدوره راهو ساري المفعول، إلا أنه كما طرق السيد النائب العام كاين قوانين اللي راهي سارية المفعول اللي رانا نخدموا بها اليوم، كما لا 0815 ولا لا 1519 ولا اللي رانا قاعدين نديروا في التسوية تاع البنايات هذو، التسوية لا 0815 تسوية تاع البناية مهما كان طبيعة العقار، سواء يعني عقار ملك الدولة ولا ملك خاص ولا ملك البلدية، احنا التسوية تخص البناية. وحنا رانا قاعدين القانون هذا مازال ساري المفعول، يا هل ترى هذا القانون هذا رايح يعني يلغي القوانين اللي كانت سارية المفعول، ولا اذا كان يتم تطبيقه يعني منذ تاريخ صدوره راح يلغي هذا هنا برك ماذا بينا برك، يعني تكون توضيح يعني اكثر لمجال تطبيق القانون هذا. بارك الله فيكم.